وفي دمشق انطلقت أمس مسابقات الرواد لعام 2017 على مستوى فرع المدينة لمنظمة طلائع البعث بالاختصاصات مسرح، موسيقى، وأيضا الثقافة والفنون الجميلة والمعلوماتية والشطرنج أيضا. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة برفقة زميلتنا نيرمين عمار بمعهد شبيبة الأسد، حيث جرت امتحانات المسرح والموسيقى. أكيد لنتعرف أيضا على هالأجواء، رح نتابع المادة. لكن بالبداية بدي أحب رحب بالسيدة ازدهار صويري، رئيسة مكتب الريادة بفرع دمشق لطلائع البعث، وطفلة حلا عيسى الرائدة بفئة العزف على مستوى المحافظة. بدي أقول لكم أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل. رح نبدا فقرتنا معكم، ولكن خلونا نروح لنتابع المادة مع زميلتنا نيرمين عمار. الطفل اليوم هو في حالة إبداع، هذه المسابقات هي بتقيس حالة الإبداع عند الأطفال في كافة الاختصاصات اللي ذكرناها، طبعا بالإضافة لجوانب كثيرة. في عنا جانب الثقافي، كمان جانب الثقافي بيضم تعبير الأدبي والفصاحة والخطابة، وعنا الإعلامي الصغير. الإعلامي الصغير بيضم 5 اختصاصات اللي هي المذيع الصغير والصحفي الصغير والمعلق الصغير ومدون الرقمي الصغير أيضا. ونحن هلأ عم نسوي مسابقات الرواد على مستوى فرع دمشق. طبعا الرواد خضعت 3 مراحل، اول شيء الرواد بيخضعوا مستوى الفرقه، بعدين على مستوى الوحده، بعدين على مستوى المنطقه، وهلا على مستوى الفرع، وان شاء الله على مستوى القطر. الاطفال اللي بيفوزوا على مستوى الفرع راح يكونوا على مستوى سوريا كلياتها ان شاء الله. ست سنوات الهجمة الشرسة على بلدنا، الحرب الكونية على بلدنا، الحمد لله قدرنا احنا ماشيين في تنمية هدول المواهب الحلوة، والأمور كلها يعني جيدة جدا الحمد لله. وإن شاء الله هيك يا ربي يكون عنا لسه وقت أكبر لنقدر نهتم بالأطفال أكثر. المرحله هاي هي مرحله الاساس، ما راح يكون الطفل عنده كل المعلومات، هي مجرد عباره عن نكتشف موهبته ونطور له اياها بالمستقبل. وانا يعني بتصور لازم يكون الاهتمام اكثر، بحيث انه اللي بيطلعوا نهتم فيهم ونطورهم بمعاهد تمثيل مثلا، نسوي معهد تمثيل للاطفال لتستقل موهبتهم بشكل اكاديمي بشكل صح. أنا بعزف 3 سنين، بعزف آلة البيانو، وبنصح كل الناس يشاركوا لأنه هي قوت لي من شخصيتي وكانت كتير كتير حلوة. تجارب كتير حلوة لألون، وهلأ في عنا أقسام وتريات وفي نفخ وفي غناء، فيعني هن كانوا كتير حلوين ورائعين اليوم. سكابة يا دموع سكابة، بالدم تعطر طرابة، سكابة يا دموع سكابة، عأهل الصار غرابة، عأهل الصار غرابة. بداية سيد ازهار، يعني كنا عم نشوف ما شاء الله مواهب عديدة عند الأطفال بالمادة يلي تابعناها، ولكن بداية خلينا نحكي شوي كيف بتصير مسابقة الريادة عنا. يسعد صباحكم وصباح وطننا الغالي سوريا الحبيبة.
نحن بالنسبة لنا الرياضة من بداية العام بتوجيه من منظمة طلائع الباس الاهتمام بالأطفال، اكتشاف المواهب، اكتشاف الطفل المبدع، الطفل اللي عنده موهبة. فمنتابع نحن منتابعون بالوحدات الطليعية أي بالمدارس نحن، فبيتابعوا التدريب لحتى يصير موعد مسابقات الرواد بالفصل الثاني نشباط بنبلش مسابقات الرواد. فبيبدأ المسابقات على مستوى الفرقة يعني الصف، اللي بيتميز بيتأهل لمستوى الوحدة، اللي بيتميز على مستوى الوحدة بيتأهل طبعا بيتابعوا الوحدة هي المدرسة ونشفات. الوحدة هي المدرسة، الوحدة الطليعية يعني المدرسة. فبيتابعوا المشرفات طبعا كل ضمن اختصاصه، في عندنا مشرفات موسيقى اللي هي المدرسة يعني، في مدرسات فنون جميلة، مدرسات اختصاص رياضيات لغة إنجليزية، كافة الاختصاصات بيتابعوا معنا التدريب لحتى نوصل لمسابقات على مستوى المناطق. على مستوى المنطقة، المنطقة بتضم عدة مدارس، نحن بنسميها منطقة، فعدة مدارس هي المنطقة. بيتأهلوا اللي بيفوز على مستوى المنطقة طبعا بآدار بالأسبوع الرابع أو الثالث من آدار، مسابقات على مستوى المنطقة. اللي بيتأهل بيطلع على مستوى، بيوصل لمستوى الفرع. بيتم تدريب الأطفال أيضا، متابعة تدريب واستمرارية التدريب من قبل المختصين لإلهم ضمن مدارسهم طبعا. بيتأهلوا للفرع يعني محافظة دمشق أو المحافظات. فالطفل اللي بيتميز بالمنطقة، لدينا 11 منطقة نحن بدمشق، فبكافة الاختصاصات لازم يكون رائد، ناخذ أول ثاني ثالث، ولكن نحن الأول هو بيكون الرائد على مستوى دمشق، بيتأهل للفرع. هلأ نحن بنيسان طبعا مسابقات الرواد على مستوى الفرع، هون بيجي دور كمان الفرع المنظمة الوحدات الطليعية بالاستمرارية بتدريب الأطفال لحتى نوصل لمستوى القطر على مستوى سوريا. اللي بيفوز بدمشق، الرائد الأول اللي بيطلع على مستوى دمشق بيتأهل للمسابقات الرياضة على مستوى القطر على مستوى سوريا. ونحن بتصير عندنا المسابقات بنختار محافظة السنة إن شاء الله 2017 بمحافظة طرطوس، والعام القادم كمان كانت بمحافظة طرطوس، كانت نتائج العام الماضي، العام الماضي نتائج حلوة. تمام. حلا عيسى، أهلا وسهلا فيك عن جديد. وأيضا مثل ما ذكرنا بالمقدمة، أنت رائدة بفئة العزف عن محافظة دمشق، عارفين أكثر عن حالك؟ حلا، اسمي حلا عيسى، رائدة بمجال الموسيقى على مستوى الفرع. عزفت بالهونيك الرواد وفزت الحمد لله. قديش صار لك بتعزفي حلا، وقديش صار لك تتمرني على الأورج؟ من حوالي سنتين تمرنت والحمد لله مش الحال. ليش حبيتي تشاركي يعني بالرواد؟ حبيت اختبر موهبتي ونافس طلاب معي. امبارح عزفتي معزوفات حلوه، اليوم شو حابه تسمعينا كمان؟ حابه اسمع مقطوعه عزفتها امبارح. تفضلي. حلو، يعطيك العافيه يا حلا. بتحبي الموسيقى؟ بتحسي انه في شغف لانك تضلك تستمري فيها؟ الموسيقى كثير حلوه، حلو الواحد انه بتروق الواحد، بتخليه مبسوط، انه بعدين الواحد يتعلم العزف كثير شغله حلوه. قد ايه عدد الساعات اللي بتدربي فيها كل يوم لعزف على الاورج، وقديش بتوفقي بين دراستك وموهبتك؟ هلا بتدرب تقريبا الساعتين. لما تنقطع الكهرباء بدرس، لما تكون جاي بعزف على الأورج. يعني هو يمكن تعودنا انه على الكهرباء، حتى يمكن تدريب الموسيقى وكل حياتنا صايره على الكهرباء. حلوه هي من حلا. حلا كمان شو حابه تسمعينا؟ كنت قايله يمكن انه شيء لفيروز بما انه نحن الصبح. ايه.
بايدك يا حلا. رح نرجع لعندك ست الزهار، يعني اليوم بظل هالظروف والحرب اللي عم تمر فيها بلدنا، يمكن الاطفال كثير بحاجه لهالدعم وتنميه مهاراتهم وموهبتهم اكثر، اليوم قديش مهم نحن نستمر بهالمسابقات ودعم الاطفال؟ اكيد نحن ما توقفنا ابدا من خلال منظمه طلائع البعث، هي امنا نحن بنعتبر. انا كنت يعني من الاصل بمنظمه من معسكرات دورات وانا طفله، وتابعت كمان العمل، فمنظمتنا دائما بتوجه انه نرعى الطفل. هذا الطفل هو شب المستقبل، رجل المستقبل، سيدة المستقبل الناجحة، فتابعنا معهم باستمرار وأسرينا أنه ضمن هاي الظروف أنه نتابع عملنا مع الأطفال بكافة الاختصاصات. كان عندنا نشاطات، نحن معسكرات دورات تقام في المحافظات من خلال الزبدان، معسكر زبداني، والأطفال يعني كتير بحاجة بهالوقت، كتير يطلعوا يعني ضروري يطلعوا من النشاطات لأنه نتستمر. فنحن ما توقفنا، خليناها داخلية، يعني مثلا هون ضمن كل محافظة وضمن دمشق نحن عندنا دورات مستمرة، عندنا نشاطات تقام بالمدارس أو بنختار مراكز رئيسية بالمحافظة بنعمل فيها نشاطات دورات للأطفال باستمرار بكافة الاختصاصات، يعني لغة إنجليزية، عربي، رياضة، فنون، رسم، يعني موسيقى، ما توقفنا، بس إنه هي كانت خارجية صرنا نعملها نحن ضمن المحافظة. هلا يمكن الظروف خلتكم أنتم تغيروا بنمط التدريب للأطفال، لكن أيضا يعني قديش عم تحسوا إنه مستوى الأطفال لساته جيد جدا وممتاز رغم كل الصعوبات يلي هن عم بيمروا فيها، خصيصا إنه الطفل بيتأثر بالمحيط لسه أكثر من الكبير. تمام. نحن اشتغلنا على الخطوة طبعا بالتشارك مع وزارة التربية، بالتشارك مع نحن يعني مؤسسات، عملنا كله مؤسساتي يعني شراكة مع وزارة الثقافة، مع فكنا يعني دائما مثلا نحاول نحن انه نخرج الطفل من هالجو اللي مثلا عنف، جو ارهاب، جو لا جو حلو. اكتشفنا برغم كل شيء انه طفلنا لسه عنده شيء مبدع، وحقيقه هذا الحكي يعني ما انه مجامله، في اطفال تاثروا بدايه بالازمه يعني كفكر، ولكن خرجوا لرجعوا للعمل وللنشاط باستمرار من وزارة التربية، من منظمة طلائع البعث، نحن دائما منتابعهم وما خلينا يصير هالفجوة يعني بفارق الزمن انه الطفل يحس انه هو بعد عن الوطن، بعد عن العمل، بعد عن مدرسته. فكتير حاولنا نتجاوز معوقات دعم عملنا وشفنا هالنموذج المبدع تماماً. مع حلا خبرينا شو حابة تصيري بس تكبري؟ ما في شيء بالتحديد، بس حابه كثير انه اكون انسه اعلم الاطفال انه يحبوا عملهم ويصابروا عليه، لانه لازم هيك الطفل السوري يضل متعزز بوطنه. ومن ناحية الموسيقيه شو حابه تتطور اكثر موهبتك؟ ايه حستمري عليها ان شاء الله. ممكن تغيري الاله او لا؟ انت مبسوطه بهي الاله، بتحسي انه خلص هي الاله اللي انت اخترتيها واللي حابه انك انت تستمري بالعزف عليها؟ هو الاورك حلو بس حابه غيره، انه اله ثانيه اتعلم بصير اعزف على كذا اله. خلينا نسمع كمان منك معزوفه حلا.
أكيد حماة الدياري عليكم سلام دائما، تحيتنا لحماة الديار. يعني حلا باختيارك للمقطوعات وللمعزوفات، أنت بتختاريها وممكن أنه تطلبي من الأستاذ أو المعلم تبعك أو المايسترو أنه يعلمك إياها، ولا حسب شو بتتعلمي أنت؟ لا بطالب بمقطوعات مثلا بجيب على الانترنت او هيك شيء. بطالب اساتذه. بيكون في بحث ذاتي يعني، انت بتتعلمي بتطوري حالك لحالك. كمان كيف انت بتعزفي سماعيا ولا ايضا كمان في بيكون معك نوتات؟ احيانا بيكون في نوتات واحيانا بطلع سمعي او على النت انه بشوفهم كيف ما يعزفوا وبعزف مثلهم. قديش بتاخد معك يمكن المعزوفه لحتى تتدربي عليها وقت؟ يعني على اقل شيء ساعه. بزمن قياسي. تماما، يمكن هو الشغف للموسيقى. بتحسي انه في تشجيع من عائلتك؟ بتحسي انه من اخواتك بيبسطوا فيكي وقت بتعزفي؟ مثل بابا وماما واخواتي كمان. حلو كثير. أستاذ ازدهار، يعني هالمواهب هي اليوم عم يتم استثمارها بشكل صحيح وبطرق دائما بيحس الطفل انه هو في مين عم يشجعه، في مين كان من اسرته الصغيره او حتى اسرته الكبيره، ان كان من مدرسته ولا من خلال مشاركاته بنشاطات. اليوم طفلنا بحاجه لهالتشجيع، لكن الاستمراريه بالموهبه والاستمراريه مع هالطفل قديش مهمه؟ طبعا نحن كمنظمه بنتابع اطفالنا مع المجتمع الاهلي اللي هن الاسره. نحن دائما بنتواصل معهم، بنتواصل مع مدارسهم، بنشاركهم. نحن بيكون عندنا نشاط، مثلا نحن بنتواصل مع الاطفال في معرض من خلال رسومهم، لوحات بيشاركوا فيها بندعيهم. ايضا كان عندنا نشاط بنجيب الموسيقى، اللي بيعزفوا موسيقى اللي عندهم موهبه الغناء كمان. نحن دائما بنحاول نشارك اطفالنا بكل النشاطات، بنتواصل مع الاهل، بنتواصل مع وحداتهم وبندعيهم وبيشاركوا معنا بكافه نشاطات، حتى بالفصاحه والخطابه، بالشعر، بيكونوا بتقديم برامج عنا. نحن بنقيم معارض باستمرار بمراكز ثقافيه، نشاطات موسيقية. فنحن بنستمر بدعوة أطفالنا حتى لو كان عنده الموهبة ومو رائد، يعني ما شرط أنه يكون رائد. لما بيكون عندنا طفل نحن موهوب من خلال كشفه بوحدته أو بالفرع شارك بنشاط، نحن بنحاول أنه ندعي أطفالنا، ليس فقط الرواد، نحن بنجيب الأطفال العاديين اللي عندهم مواهب. تماما، المميزين اللي عندهم مواهب. كثير عندنا نشاطات نحن بنشارك فيها أطفال مانن رواد ولكن عندهم موهبة وشوية تدريب، استمرارية. أكيد. نحن عندنا مهرجان الأغنية، انطلق عندنا مهرجان الأغنية الطفلية العام الماضي، كان أول مهرجان وكان عندنا أطفال على مستوى كتير حلو. دائما يعني الطفل السوري بيثبت جدارته بكافة المجالات وكافة المواهب. نحن اليوم نتمنى إن شاء الله عندنا كمان إن شاء الله مهرجان للطفل. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. السيدة ازدهار صبيري، رئيسة مكتب الريادة بفرع دمشق، وحلا عيسى الرائدة بفئة العزف على مستوى المحافظة، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم. شكرا. يعني إحنا عملنا بنحاول مع الطفل بس نقدم شغلة بسيطة للي عم يقدمه جيشنا تجاه جيشنا العربي السوري تجاه البلد. شكرا كثير. رغم ظروفي أنا والدتي متوفاة، فحاولت استمر بعملي وهيك الله يرحمها من أجل الطفل وسوريا. بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم ونتمنى لكم كل التوفيق. بنتمنى لك إن شاء الله حلا كل التوفيق لإلك. شكرا كثير.